هي كانت إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الاستثمار في إنشاء وتشغيل مصنع سكر البنجر بولاية الجزيرة السودانية. النقطة الخامسة، حث المسؤولين من كلا البلدين في مناقشة الموضوعات الفنية المتعلقة بإقامة المنطقة الصناعية المصرية في السودان اللي تم تحديدها بمساحة 2 مليون متر مربع بولاية الخرطوم بمنطقة الجالي. النقطة السادسة، إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في إنشاء شبكة من الطرق وسبل النقل بهدف التنمية الشاملة وتنمية المواني البحرية أيضا. أوكي. النقطة الثانية، اعتبار اعتبار مصر سوق انفتاح للسوق الأوروبية بالنسبة للمنتجات السودانية عبر المرور البضائع إلى مصر ثم من وين المصرية إلى أوروبا، واعتبار السودان انفتاح للسوق المصري نحو إفريقيا. النقطة الثامنة، فتح التعامل المصرفي فورا لكل البنوك لدى الدولتين للمستثمرين والشركات من الطرفين المصري والسوداني، وأن تسمح البنوك لدى الدولتين أن تفتح حسابات للشركات والمستثمرين المصريين والسودانيين.